أرحب يا رشيد. يا مرحبا، يلا حي ارحبوا مليون. احمد طاير العشيري. العشيري طال عمرك، مع من؟ مع الشيخ. ايوه فهد. فهد التفخ فهد. لا لا لو سمحت، لا لا ما هذا عندي قاموس انا ما تفخ. اسمح لك طيب. تفخ يعني وش؟ لا لا هذا تفخ. شيخ شيخ هذا شيخ المجموعة. يا ولد ايش كم طنيج؟ انت مع سعد. انا مع جفان. من هو؟ جفان. جفان؟ التفخ سعد، نسمي الدب جفان. سعد. جفان. وين اسمك؟ الأول طال. ها؟ طول. إيه 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 صح صح، الله يعطيك، والله إنك بطل. أنا غبي. أنت البطل. مع سعد. غال غبي. هذا هم دار. مع سعد. يلا يا شباب. مرحبا بك. يلا حيهم. اللي مين درب الغالمي؟ ريالتي داخل أنت صح؟ الله هلا. ريالتي طبعاً. وش أنا السؤال ذا الحين بطلع من الموجة اللي أنا فيه. الحين وش هدفك دخولك هذا البرنامج؟ هدفي. هدفك أول شيء مادي. يعني انا اقول الرجل بدخل طال عمرك ابي المركز الاول او دقيقه خليني اعطيك الخيارات. لا 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 ولا قاطعك، عندي اكثر من دقيقه خليني اتكلم. او طال عمرك انك رجل تبي شريحه من الجمهور، تكسب حب الجمهور وتطلع بالجماهيريه. حلو. او طال عمرك انك والله ماخذها وضعيه سواء طلعت بجمهور ولا ما طلعت بجمهور جاي نغير هذا الشيء. طيب قول لا اله الا الله. سم. اول شيء يطيل العمر الجمهور مهم، هذه نقطه. الشيء الثاني انا جاي للجمهور وجاي للمركز الاول. ها انا جاي للجمهور وجاي للمركز الاول. يا سلام كسبها كلها كلها باذن الله. باذن الله الواحد طماع. الطمع زين. لا والله ما بزين. لا والله انا اشوف الطمع زين. من كلب لقمتين وش قال الوليد؟ من كلب يا رجال في ذا الشيء في اللي احنا فيه. ايه اللي احنا نسعى له. ايوه فالطمع فيه زين، المركز الاول والجمهور كلها عينين في راس. والله ان شاء الله كفو وقدر باذن الله. قدها ان شاء الله. قدها ان شاء الله. ثنتين يا ولد قوي. ولا تقول ما شاء الله. لا انا احس اني بحسدك. ثنتين ما تصير. انا لو احس، انا لو احسب لك برجع للرشيد بعينه ما شاء الله. والله الرشيد طلع باستبعاد. لا بس الاستبعاد عنك نجحك، نكون صادقين. خلك انت كسبها انت جمهور. عد عدم جمهور جمهور ما شاء الله تبارك الله. بالله الاستبعاد عجبني كلام. بالله الاستبعاد. ايش اسمك انت؟ خليني اعطيك صح من الحين. صح اعطيك صح الحين. ايوه اسلم ارحب. عد نفس الكلام يقول يمكن الجمهور الاستبعاد. والله والله نجحك. الله يطول عمرك. الله في وجهك وفي قفاك. الله يعطيك العافيه. شكرا. كيف الحال؟ يا لبيك. شلونك طال عمرك؟ يا مرحبا حياك الله. احمد احمد جاي طال عمرك ريالتي بعد. يا سلام. لا انت بمشد ولا انت بشاعر ولا انت اللي تبغى مولو تبغى منشد منشد شاعر والله يعني متذوق متذوق شعر. يا سلام. ما بعد كتبت شعر؟ لا لا ما قد كتبت. زين احمد ترى الوضع ريحيه. ايوه احنا نسالف اجي جنبك انا. لا لا خليك خليك ما قلت ريحيه. شوف 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 زين شوف طالب انا ما احب الليمون بزياده. انا يا منعك مو مطي انا قلت لك تنسى والله. هذا اللي هذا شوف الصداقه اللي على طول فجاه ترى نهايتها وخيمه. لا لا بالعكس ترى شوف يا جمهور كذا يا باظه نسيت انك علمتني بس اني ترى ترى يا جمهور ترى يا جمهور طال عماركم خلاص انتبهوا من الصداقه اللي على طول تجيك كذا مبراشه يومين وراحت لانها فترة دخلت عليك فجاه بتطلع عليك فجاه يعني بتنتهي وخيمه. نصيح على وجه الله. الله يسعدك. الله يستر اخوي طالب. مقبوله منك. الله يعطيك العافيه. اسلم. اسلم يا احمد. لبه يا رشودي لبه. شو اسمك احمد؟ اعطيك صح بعد انت شيك. الله يعطيك العافيه. احمد. انتوا كذا بتوهقون اثنين صح. زين احمد. لبه. ما تحس انك هلا اشتا جاي؟ اشتا جاي وشبت الضوء جايه. يا سلام. طلعت البر. تحب طلعت البر طبعا ولا؟ ايوه. ولا مدني؟ لا 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 احب اطلع واحب. اوه هذا اللي انت مقبل على اجواء تفتح النفس ما لها شكل. كيف ما لها شكل؟ يعني ما لها شكل اجواء. قصدك تفتح قصدك تفتح النفس يعني موسم في السنه. يا سلام. يعني بتخليه طال عمرك هذه الاجواء والطلعات المكاشيت وكل ديره وامطار وخير وتجلس في ذا القريه عادي عندك؟ عادي ما عندي مشكله. قل لي ليه؟ ليه؟ معي اخوان. اوه هذا اللي هذا هذا الاسطوانه شوف 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 هذا هذا شوف شوف اسمع لو اني بجلس في القريه الحالي بطلع اتمع الشاطئ. هو ادري ايش قصده يوم قال الله الله هذه الاسطوانه سمعها وسمعوها اللي قبلنا وسمعها يبغى شيء جديد. هو انا في شيء ترى باقي معنا 15 ثانيه احنا يلا يلا والله اني عادي 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 ايش بقعد هنا.
أصل مصيري بعدين أطلع أحصل. حلو حلو الله يهيكم. ما عاد بقى خمس ثواني وبيض الله وجيه. شكرا سعدتوني. شكرا مرة خمس دقائق ما شكرا يا شخص سلسة بها بإذنك. عايد 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 لا لا عايد إن شاء الله ما سمع الجمهور. رح رح يلا يلا سام القلاب والله أطول منه خانق نفسه. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده دائما يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله العظيم اني كنت في الكنترول يا شيخ سم. واتابع